مشاهدينا للجامعة الثالثة اللي دخلت في التصنيف من خلال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان معانا على الهواء مباشرة. دكتور أيمن أهلا وسهلا بك يا فندم. تحياتي للسادة المشاهدين يا فندم. أهلا وسهلا بسيادتك. مبدئيا كده دكتور أيمن حابين نعرف مدى إسهام حضراتكم على المستوى العلمي والأكاديمي وعلى أساسه كان هناك درجة بتمنح للجامعة من خلال هذا التصنيف. طبعا في البدايه طبعا بشكر سيادتك طبعا على المداخله الكريمه يعني، وطبعا بحيي اخواننا طبعا الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعه كفر الشيخ والدكتور سيد دعطور رئيس جامعه دمياط، وبهنيهم طبعا على الظهور المشرف للجامعتين في التصنيف الاخير. طبعا الحمد لله يمكن جامعه اسوان يمكن سيادتك زي ما حضرتك عارف احنا يمكن العام الرابع على التوالي تصدرنا التصنيف بالنسبه لكل الجامعات المصريه. يعني جامعة أسوان الحمد لله كانت طالعة الأولى على كل الجامعات المصرية لمدة 4 سنوات على التوالي في تصنيف التايمز هاير إدوكيشن. ومش كده وبس، ده احنا كمان ظهرنا من ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم. واحنا لو أخذنا في الاعتبار تقريبا إن احنا عندنا حوالي 25,000 جامعة مصنفة على مستوى العالم، يعني احنا جامعة أسوان من ضمن 4% على مستوى العالم للعام الرابع على التوالي. والحمد لله ده بيأكد طبعا إن الإنجاز ده، وانا بسميه يمكن اعجاز يعني مش انجاز، ما تمش بالصدفه. طبعا احنا عشان نوصل لهذا المستوى يا فندم عملنا خطه طموحه للنهوض بمنظومه البحث العلمي في الجامعات. طبعا الخطه دي كان اساسها ان احنا لازم نطور البنيه التحتيه للبحث العلمي في الجامعه عشان نقدر ننتج بحث علمي محترم يقدر يتنشر في كبرى المجلات وفعلا يبقى له مكانه في العالم. طب احنا عايزين نطور المعامل ونجيب اجهزه حديثه، طب احنا محتاجين تمويل، طب التمويل نجيبه منين؟ اجتهدنا الحمد لله وقدرنا نستقطب عدد كبير من الطلاب الوافدين وبالذات من دوله الكويت الشقيقه، يعني في لحظه من اللحظات وصلنا تقريبا حوالي 800 طالب. طبعا الدخل بتاع الطلبه دول قدرنا ان احنا نستثمره ونطور كل المعامل بتاعتنا ونجيب اجهزه حديثه. طبعا قدرنا ان احنا نشجع أعضاء التدريس على النشر العلمي المميز عن طريق وضعنا لائحة مميزة زي ما ذكر أخونا الأستاذ الدكتور سيد دعطور، لائحة مميزة للنشر العلمي بحيث الباحث لما ينشر في مجلة يسموها Q1 هي مجلات كبيرة قوي بيبقى ياخد مكافأة مجزية جدا 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 من الجامعة تعوضه عن قيمة الأبحاث والتكلفة اللي عملها، وكمان بتديله طبعا تعويض مالي عن الوقت اللي عمله. يمكن دكتور أيمن كان الأستاذ دكتور السيد دعطور رئيس جامعة دمياط كان بيكلمنا ربما على بعض المكافآت اللي بتمنح للسادة الباحثين بتتراوح من 15,000 وحتى 100,000. هل في أسوان الفكرة بتطبق بنفس الكيفية وبنفس الآلية؟ حضرتك قلت إن في مكافآت خاصة بهؤلاء العلماء. السنة دي يا فندم احنا صرفنا 5 مليون جنيه مكافآت لأعضاء هيئة التدريس اللي هم نشروا في مجلات علمية مصنفة اللي هي Q1 أو Q2. متوسط المكافأة الواحدة حوالي 50,000 جنيه للمجلة اللي هي Q1. لازم حضرتك عشان ده استثمار، أنا بعتبره استثمار، عشان تقدر توصل للعالمية وتظهر بين الجامعات ديت لازم هتصرف شوية.